إذا مطاعم أمريكية بالإضافة، أهلا بكم، مصنع ألبان عراقي، معاهد لتعليم اللغة، سلسلة هجمات يعني حصلت خلال هذا الأسبوع، إلى أي مدى تعتقدون بأن تلك الهجمات مرتبطة بقضية المقاطعة أم ربما هناك هدف آخر خفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سيدينا، وحيا الله جمهوركم الكريم، وحيا الله كادر قناة الفلوجة المحترم. الحقيقة في هذا الموضوع هناك آراء اختلفت، يعني البعض يتحدث أنه موضوع قوة وطنية عراقية تريد أن ترسل رسائل إلى الجانب الأمريكي على أنه نحن نعيد القضية الفلسطينية ونرفض التدخلات الأمريكية ومساندة الصهاينة في الغزو والقتل الجماعي الموجه لأبناء شعبنا العربي في فلسطين المحتلة. وهنالك أيضا من يقول أنه ما يحدث الآن هي قوة وطنية عراقية، لكنه الجهات التي تقف خلفهم تريد أن تتنصل من القضية الفلسطينية، لذلك إثارة الفوضى بالشارع العراقي هو دفع وجعل من يعتقد أو متواجد بالشارع العراقي على أنه المقاومة لا تستطيع أن تغادر الأراضي العراقية لسوء الوضع الأمني بأرض العراق، وربما هنالك مؤشرات تشير على أن الوضع الأمني غير مستقر، وبالتالي عدم استقرار الوضع الأمني ما يجعل أنه المقاومة تتنصل عن القضية الفلسطينية. لكن ما لاحظناه الآن يعني هنالك بعض الأمور تشير على أنه يبدو أن هنالك جهات فعلا تريد أن تتنصل من القضية الفلسطينية. يعني الحادث الذي حدث بقتل أو وفاة أو اصطدام أو هبوط طائرة الرئيس الإيراني ووفاته إلى رحمة الله، هذا أيضا يعني جعل بعض المتغيرات في الوضع السياسي وأيضا في الوضع العسكري. كذلك أيضا المقاومة الآن نلاحظ أن هنالك بعض التوترات، وأيضا ما يحدث الآن بالشارع العراقي والصحوة التي حدثت مفاجئة بخصوص استهداف المصالح الأمريكية والأجنبية بأرض العراق، ولا هنا يتحدث لا وجود لمصالح وإنما هي أعمال حرة لمواطنين عراقيين فتحوا وكالات معينة، وهذا مشروع في كل بلدان العالم، وكالات ممكن أن تفتح، يعني الغاية والوسيلة وأيضا أنه التوجهات هي مو مع أمريكا ولا مع الصهاينة، وإنما هو باب للرزق وباب للعمل، وبالتالي حالنا حال العالم، يعني هنالك وكالات تفتح في جميع العالم، وإن كان هنالك علاقات أو سوء علاقات مع الجانب الأمريكي فهذه مشاريع مشاريع إنسانية ما لها علاقة بالسياسات العالمية. اللافت سيادة العميد بأن الداخلية لم تعلن حقيقة حتى الآن الجهات التي ينتمي إليها من وصفتهم بالخارجين عن القانون. يعني هو الحقيقة مجرد هذا الوصف هو بحد ذاته هو مؤشر يشير على أنه من قام بهذه الأفعال هي جهات لم تدرس ما يحدث بالشارع العراقي ولا أين ذهب الشارع العراقي. يعني ربما مثل ما يقال كلمة حق يراد بها باطل، هنالك من يدفع إثارة الفوضى داخل الشارع العراقي، وبإثارة الفوضى ممكن أن نذهب باتجاهات أخرى من ضمنها أن نتنصل من القضية الفلسطينية. نحن الآن من مصلحة العراق ومصلحة فلسطين والقضية الفلسطينية أن يتوحد الشارع العراقي وننسى جميع خلافاتنا ونذهب باتجاه القواسم المشتركة بين العراقيين كي نعزز الوضع الداخلي ونقوي الوضع الداخلي، ثم نذهب باتجاه نصرة إخواننا في فلسطين المحتلة. أنا أقول القضية الفلسطينية قضية قومية وقضية وطنية، وعلى كل الشرفاء وعلى كل الوطنيين الآن ركن الخلافات جانبا، لأن فلسطين هي ولدنا وتربينا على قضية فلسطين، ويجب أن ننصر أخواننا في فلسطين المحتلة لأنهم بأمس الحاجة للنصر الآن. لذلك نقول أي إثارة للفوضى بالشارع العراقي هو معناته أن هنالك من يدفع باتجاه التنصل عن القضية الفلسطينية، وهذا غير مرغوب به ولا نسمح به، لأنه يعني من باب الرجاء أولا ومن باب الوطنية ثانيا ومن باب حب القضية الفلسطينية ولأجل فلسطين ولأجل أبناء فلسطين يجب أن نركن الخلافات ونوحد الصفوف ثم نذهب باتجاه نصرة إخواننا في فلسطين. على ذكر تقوية سيادة العميد الجبهة الداخلية، يعني إلى أي مدى بإمكان تلك الهجمات أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية؟ شوفي، أكو مقولة تقول عند المستثمرين حينما تشاهد الدماء في الشوارع ابدأ بشراء العقارات. شنو معنى هذه الجزئية؟ يعني حينما تشتد وهنالك عدم استقرار بالوضع العالمي سيكون هنالك انحدار وانهيار بسوق الاستثمارات وسوق العقارات أيضا. لذلك من مصلحة من يراقب، وهنا تحدث عن الأجانب لأن العراقيين أصبحوا الآن مسلوبين الإرادة،
وهنالك دول تحاول السيطرة على العراق وربما تحاول إحداث بعض الثغرات في الأرض العراقية، لأنه أرضنا الآن أصبحت مباحة ومستباحة لمن يريد العبث بها. لذلك نقول أن هنالك دول تعبث بأمن العراق وتعبث بمصير العراقيين وتعمل من أجل إثارة الفوضى لغرض حصول على مكتسبات كبيرة جدا. منها التراجع الأمني، سيكون هنالك انحدار بسوق الاستثمارات، وربما الشركات الاستثمارية ستطالب بامتيازات كبيرة جدا على مصلحة الشارع العراقي وعلى مصلحة الشعب العراقي، وهذا ما سيخدم الأجنبي على حساب مصلحة الشعب. لذلك نقول أنه استقرار الأمني هو ضروري جدا للاستثمار، لأنه الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة، الاستثمار الطبيعي. والاستثمار الغير طبيعي سيكون حينما يكون هنالك تراجع بالوضع الأمني. لذلك نقول الاستقرار والوضع الأمني هو مرهون بالاستثمار الصح وأيضا الاستثمارات التي ممكن أن تخدم المصلحة العراقية. نعم، على ذكر قضية الاستقرار الأمني وأهمية ذلك، الاستقرار في جذب الاستثمارات الأجنبية، أمن سنجار ليس بعيدا عن هذه القضية، إلى أي مدى تستطيع بغداد وأربيل التعامل مع ذلك الملف وتحييد عناصر البككة؟ سنزين الموضوع هو كله مثل مسمار جحة. الآن البككة هي منظمة مجرمة ومحرمة دوليا، لذلك نقول وجود البككة بالأراضي العراقية هو من سمح للأتراك أن يتجاوزوا على حدود العراق، وأيضا عدم الاستقرار بسنجار هو أيضا بسبب وجود البككة. لذلك على الحكومة العراقية وعلى حكومة تقليم كردستان العراق، يعني نتحدث عن الأخوة في كردستان العراق، أن يتوحدوا من أجل إخراج هذه المنظمة المجرمة دوليا من الأراضي العراقية، كي نقطع دابر التدخلات التركية والحجة التي تدعيها تركيا في التدخل بأرض العراق، وكذلك كي نؤمن لأبناء سنجار هذا القضاء المضحي في شمالنا الحبيب الاستقرار الأمني، لأنه البككة هم الآن سبب في عدم الاستقرار في كردستان العراق، وأيضا عدم الاستقرار في سنجار، وهو أهم عناصر التراجع الأمني في سنجار. لذلك نقول على الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذا الملف بجدية تامة وبالتعاون مع تركيا ومع أيضا كردستان العراق. سبب تعطيل الاتفاقية بالتالي، ما السبب الرئيسي في تعطيل تلك الاتفاقية الأمنية؟ يعني أقول أن هنالك بعض الجهات ربما تعاونت مع البككة من أجل عدم استقرار العراق، أو ربما يعتقدون أنه وجود البككة ربما عامل مساعد للضغط على تركيا. البعض يعتقد هيك ربما، لكن هي جهاد ليس حكومية وإنما ضاغط على القرار الحكومي. هذا أعتقد هو السبب. الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا.